الفنانة كارول سميحة تعرضت لانتقاد شديد اللهجة من قبل البعض لما غلطة مطبعية صارت بإحدى تغريداتها وكتبت تركض بدل ترقد، وأسوأ شيء عند البعض كيف بيرجموا الفنان بأسوة وبينسوا تاريخه لهفوة صغيرة. على كل ردة فعل كارول سميحة الراقية كانت على البكلة وما سمحت لنفسها تنزل لمستوى البعض. كارول سميحة معنا على الخط. كارول مرحبا. بونجور نسرين. بونجورين، كيفك؟ منيحة، مشتقت لك. وأنا مشتقت لك. أنت على البكلة هالأسبوع؟ هلا أنت على البكلة كل أسبوع، بس إنه هالأسبوع زيادة عن اللزوم. ميرسي نسرين، ميرسي. كارول، استفزوكي لما انتقدوكي وأنت معروفة بنت مثقفة، يعني ما معقول هالغلطة تكون صارت غير عن هفوة، يعني قولي لي يعني كيفك تلقيت الموضوع؟ صراحة أول شيء أنا لما كتبت تويت يعني غبت عن الموبايل، ما انتبهت، يعني بعد شيء ربع ساعة تلفيها لطلعت جات قريت، أنا ليش كتبت هيك؟ وانتبهت على الملاحظات، قلت يا الله كيف هذه راحت مني سهوا يعني. فرجعت عملت كوريكسيون والأوتو تايبنج رجع نزل لي إياها، كتب لي إياها كمان مرتين نفس الشيء. مصر. يعني رجع كتب، صلحت وكتبت نفس الطريقة. يعني هذا دليل إنه رجع عندي الايفون الطبعة عنده رجعت نزلت نفس الكلمة. فكمان ما انتبهت، رجعت لبعد جات ثالث مرة لحتى ظبطتها. بس بدي لك شغلة، ليكي ما استفزني كثير لأنه أنا نحن خلص صرنا عايشين بعالم سوشيال ميديا نسرين، وبتتوقع دائما من أسوأ الأشياء لأنه الناس اللي قاعدة على الإنترنت وعلى السوشيال ميديا في أوقات ناس بقى عم تتسلى، في ناس فهمانة، في ناس مش فهمانة، في ناس عابلة تتسلى، في ناس في ناس مثقف، في ناس ما قال عليها بشي. فبدك تتوقع يعني ما بزعل صراحة، لا ما زعلت لأنه تعودنا شوي، إذا بدي صار عنا مناعة على السوشيال ميديا. بس حتى بدي أقول لك شغلة نسرين، يعني حتى فرضا ما كانت غلطة مطبعية هيدي أو غيرها، نعم. يعني هي نحن بنستهلك يوميا الإنترنت وبنكتب على طول على طول جمل، يعني أكيد رح يطلع منا أغلاط. أنا مش كل مرة رح فوت على القاموس وعلى الدكشنري لا أتصلح تويتاتي لأنه أصلا ما عندي وقت، عرفتي؟ فبكتب إذا بحكي ثلاث لغات مش معناتها إنه إملائيا ثلاث لغات ما رح أعمل ولا غلطة. أكيد. يعني كلنا بشر وكلنا رح نغلط بالإملاء، يعني طب كارول التطاول اللي كانت غلطة مطبعية. طب كارول التطاول على الفنانين، يعني اليوم بتحسي لأنه شبكات التواصل متاحة لمين ما كان، بتحسي صار في تطاول على بعض الفنانين أو بعض الأسماء يلي ما بيستاهلوا غير إذا بدك ينرموا بالورد؟ قد إيه يعني هالفلتين على السوشيال ميديا صار بيجرح الفنان بمحل ما؟ بتعرفي نسرين، انا بقول انه معظم الناس بتقول انه هي السوشيال ميديا شو هالشغله الايجابيه اللي بتسهل شغله للفنان انه ينتشر ويوصل، انا بنفس الوقت بلاقي لا فيها كثير سلبيات كمان ضد شغله، يعني كمان صار الفنان كثير معلم مثل بيقول بمتناول اليد، يوميا بتشوفيه ما بقى في حاله هالغموض حوالي الفنان، ما بقى في عنده ما في عندك هالاشتياق انه انا بس على بالي اشوف كارول بشوفها ساعة بفيديو على انستغرام، ساعة بشوفها بصورة على فيسبوك. من زمان كانت الناس تقتل حالها لتشوف فنان او لا يقدر يطلع لها صورة من فنان، فبحس انا السوشيال ميديا شوي عم تقتل عند الكل مش بس عندي او اي حدا، عم بتخلي الناس كلها قد بعض، عم بحكي بمستواهم بمستواهم هن كبشر يعني كافكار كفكر، عم بيعاملوا كل الناس مثل بعض، ما فيك تلوميهم لانه السوشيال ميديا متاح للجميع مثل ما انت قلتي، اي حدا زهقان لوقته ما عنده شيء حتى لو ما له علاقه بالفن ومنه فان لولا فنان ممكن يكتب يتسلى يقعد ينتقد الفنانين يتسلى قد ما بده، فمشان هيك نحن كمان كفنانين بعتقد كلنا بلش يصير عندنا مناعه انه ما نزعل بسرعه وما نتضايق بسرعه، لانه انا برايي الأسوأ بعد جاي بالسوشيال ميديا. اي طبعا يعني اكيد رايحين للأسوأ، ما بعرف لوين رح نوصل، قله تهذيب قد ما بدي، قله ادب قد ما بدي. في ناس بتكتب حلو بتنبسطي تقري لها، في ناس بتقولي ما حتى ما بتتاثري، ممكن تعملي ماكسيموم بلوك او تعملي ديليت، يعني هذا الماكسيموم. بس بقول لك انه السوشيال ميديا مش حاسه انه اخذه الفن واخذتنا لمطرح كثير حلو بالمستقبل يعني. 100% معك حق. كارول، بعرف انا انت على السوشيال ميديا كيف مدوزنه دائما تغريداتك والبوستات اللي بتنزليها. صراحه انا بنتقد الفنانين على السوشيال ميديا بعد لهلا 45 حلقه من على البكلي ولا مره انتقدتك، يعني على طول مدروسين تغريداتك والبوستات حتى اللي بتنزليهم، بدي زقف لك. بحاول، ميرسي ميرسي نسرين، انا بحاول قد ما فيني
بضلني اعمل شوي كنترول، مع انه مثل ما قلت لك عم عندنا استهلاك نحن يومي للانترنت، وفي عندنا حياه ثانيه بنعيشها، عندنا حياتنا بالبيت مع عائلتنا، في عندنا شغلنا، في عندنا ستريس حياتنا اليوميه كمان، يعني مش بس قاعدين بس تفكيرنا كله تركيز شو الكلمه اللي كتبتها وشو الجمله واذا عملت غلطه املائيه، يعني بوعدكم من هلا لبعدين رح ضلني واعمل اغلاط املائيه. ليكي بتعرفي يعني خلينا نطلب خلينا نطلب من تويتر انه يكون في يكون في يعني اديت نطفي للتغريده لما بتنزل التغريده راحت عليك اذا مغلطه. صح صح هيدي بنتمناها انه يصير في نقدر نعمل اديت نصلح التويت هي ذاتها من غير ما نلغيها، احنا يفكروا الناس انه خفنا او عم نتهرب او عم نخبي شيء، لا ما عندنا شيء نخبيه ولا بنخاف من شيء، بنحب نصلح ما قدرنا صلحنا لانه ما فينا نغير التويت مجبورين نمحيها، هذا اللي بيصير يعني سيتو. وعدا هيك شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك انه لا ما زعلت، ضحكت حكيت مع انه مدير اعمال زعل هو ماريو ايه ماريو بيزعل دغري استفز لا بس نحن يعني انت معصب كثير انا مش هالقد عنين الموضوع. شغله واحدة بس بدي اقولها معك قولي لي انه ما لها علاقه اذا عملت اغلاط املائيه، ما لها علاقه بالثقافه على فكره، فيك تكون انسان كثير مثقفه وبتعمل كثير اخطاء املائيه، وفي ناس بيكتبوا املاء فظيعين 100% بيرفكت 100% صح، وتحكيهم بعده مواضيع عامه ما عندهم علم، ما عندهم ثقافه، ما عندهم تنوع يعني بمعلوماتهم، فما لها علاقه الاملاء الثقافة، الثقافة شيء والإملاء شيء ثاني. كارول سميحة ما رح طول عليك كثير، بعرف يعني أنت كنت على البكلة هالأسبوع ودائما على البكلة وعن جدارة، حتى بآخر إطلالاتك ومشاركاتك أنت بينشاف الحال فيك. شكرا بوصيلنا بنتك من لبنان لمصر. وبدي هنيك بروجرام هيك لذيذ يعني بتحس هيك اب تو ديت دائما، وبدي اشكرك انت على مجهودك نسرين. ثانك يو. شكرا ميرسي كارول، اهلا وسهلا فيك. البريك الاول اللي بحلقتنا ومنتابع من بعده على البكله، وطبعا ما تنسوا تشاركونا ارائكم عبر الاكونتس والهاشتاج الخاص بالبرنامج.